بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم طلبتنا في المحاضرة السادسة من مادة الجدوى الاقتصادية. تطرقنا في المحاضرة السابقة إلى تصنيفات وأهمية دراسات الجدوى ومتطلبات ومجالات تطبيق دراسات الجدوى. في هذه المحاضرة سوف نتطرق إلى صعوبات إجراء وتطبيق دراسات الجدوى ومراحل تحليل جدوى المشروع. على الرغم من الاهتمام المتزايد بدراسات الجدوى الاقتصادية، إلا أن هناك العديد من الصعوبات والمشاكل التي يمكن مواجهتها عند السعي إلى إجراء أو تطبيق دراسات الجدوى. وأهم هذه الصعوبات والمشاكل ما يلي: أولاً، عدم توافر ودقة المعلومات. تعتبر مشكلة عدم توافر ودقة المعلومات هو العقبة الأولى أمام الدراسة العلمية لجدوى المشروعات، والتي تؤدي إلى صعوبات كثيرة في إعداد التقديرات الصحيحة التي يمكن الاستناد عليها في اتخاذ أي قرار استثماري سليم. ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى عدم وضوح دور أجهزة المعلومات في توفير المعلومات لطالبيها، مما يؤدي إلى الحصول على دراسات جدوى غير واقعية، تتسبب في فشل الكثير من المشروعات بعد فترة قصيرة من إنشائها. الصعوبة والمشكلة الثانية ارتفاع التكاليف. تتصف مثل هذه الدراسات بارتفاع تكلفتها، وتزداد هذه التكلفة كلما تعددت أوجه نشاط المشروع وازداد حجمه. وكثيرا ما شكل ارتفاع تكاليف هذه الدراسات عائقا، لا سيما في حالة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات الموارد المحدودة. ثالثا، نقص الخبرة والكفاءة والمهارة في إعداد الدراسات.
يتطلب القيام بدراسات الجدوى وجود فريق من الخبراء ذوي الاختصاصات المختلفة، وتعاني الدول النامية بالأخص من مشكلة النقص الواضح في الخبراء المتمرسين في دراسات الجدوى، ممن تتوافر لديهم الخبرة والكفاءة والمهارة، مما تترتب عليه ضعف وقصور الدراسات المقدمة. الصعوبة الرابعة صعوبة تقدير المتغيرات الداخلة في الدراسة مع ازدياد حجم المشروعات وطول مدة تشغيلها، تزداد صعوبة تقدير المتغيرات الداخلة في دراسات الجدوى كالطلب والتكاليف، أو أن تكون بعض المتغيرات من النوع غير المباشر أو غير القابل للقياس الكمي كما في التقييم الاجتماعي للمشروعات. الصعوبة الخامسة مخاطر عدم التأكد. في ظل العولمة والتحول لآليات السوق، تزايدت مشاكل التعامل مع المتغيرات الداخلية في الاقتصاد الوطني والتغيرات العالمية على مستوى الاقتصاد العالمي. هذا من شأن أن يزيد من مخاطر عدم التأكد في تقدير المتغيرات الداخلة في دراسات الجدوى خلال العمر الافتراضي للمشروع كالأسعار والطلب وأسلوب الإنتاج وغيرها، وهو ما يتطلب المزيد من التعمق في البحث عن الأدوات والأساليب التي تتغلب على تلك المشكلات، وهنا تكتسب تحليلات الحساسية دورا كبيرا في هذا المجال. سادسا، مشكلة اختيار المعيار أو المعايير الملائمة في التقييم. ليس هناك معيار أمثل ممكن تطبيقه في كل مكان وزمان، كما أن المعايير التي
تطبقها الدول المتقدمة قد لا تصلح للدول النامية بسبب تباين الهيكل الاقتصادي في كل منهما، إضافة إلى اختلاف الأهداف. فتعدد معايير التقييم يجعل القائمين على العملية أن يعانون من صعوبة تحديد وتقييم النتائج وترتيب الأولويات والآثار المترتبة عن تنفيذ المشروعات المقترحة. على سبيل المثال، صعوبة وضع معيار دقيق لتكلفة الاستثمار الرأسمالية كتدفقات نقدية خارجة، وكذلك بالنسبة للتدفقات النقدية الداخلة، وذلك راجع لغياب السوق المالي، وبالتالي تعذر وضع معدل الخصم يعكس الحالة الاقتصادية، مما يعني صعوبة تحديد تكلفة الاستثمار. سابعا، درجة الوعي والقناعة بأهمية الدراسة. إن عدم الاهتمام بدراسة الجدوى والاقتناع بأهميتها وعدم الإنفاق عليها يجعل من جدية المستثمرين ضعيفة اتجاه إقامة المشروعات، حيث غالبا يسعون إلى تقديم دراسات صورية بهدف الحصول على مزايا معينة كالاستفادة من تخصيص الأراضي أو قروض والتربح من خلالها. ثامنا، المعوقات الفنية، وتتمثل خاصة في فقرة واحد، المعوقات المتعلقة بتحديد وقت البداية والنهاية للمشروع وتصميم المشروع هندسيا، خاصة عندما تكون الخبرات اللازمة لإجراء الدراسات الفنية ضئيلة أو مكلفة. المعوق الثاني، طول الفترة التي تستغرقها عمليات إنشاء وتنفيذ المشروعات الاستثمارية كنتيجة لتعدد الأجهزة المختصة بدراسة وإقرار هذه المشروعات. المعوق الثالث،
طول مدة تنفيذ المشروع عما هو مخطط له، مما يقلل من فائدة دراسة الجدوى التي تسبق إعدادها عن المشروع. المعوق الرابع صعوبة تحديد ماهية المرحلة التفصيلية التي تحتاج إلى أكثر تفصيل واهتمام وأكبر مدة زمنية وأكبر قدرا من الميزانية. وعندما تكون أهداف المشروع تتمتع بنفس القدر من الأهمية، ويمكن تلخيص المعوقات والصعوبات مراحل تحليل جدوى المشروع. أشرنا سابقا أن كل مشروع يمر بدورة تتكون من مجموعة مراحل متداخلة ومتفاعلة، تبدأ من كون المشروع فكرة استثمارية إلى أن تنتهي باتخاذ القرار الخاص بإنشائه وتشغيله ومتابعته وتقييم أدائه. وتمثل دراسة الجدوى مرحلة أساسية في هذه الدورة، ويمكن تحديد خطوات تحليل جدوى المشروع في المراحل التالية. مرحلة تحليل الفرص الاستثمارية، مرحلة دراسة الجدوى المبدئية، مرحلة دراسة الجدوى التفصيلية، ومرحلة التقييم واتخاذ القرار النهائي. سوف نتطرق بالتفصيل إلى كل مرحلة من هذه المراحل المهمة لتحليل جدوى المشروع. المرحلة الأولى هي مرحلة تحليل الفرص الاستثمارية. تشمل هذه المرحلة ما يلي: فقرة واحد، التعرف على الفرص الاستثمارية، وفقرة اثنين، التصفية المبدئية للفرص الاستثمارية. تتحدث عن المرحلة الأولى اللي هي مرحلة التعرف على الفرص الاستثمارية. يمثل اكتشاف الفرص الاستثمارية أو البحث عنها نقطة البداية في دورة المشروع الاستثماري، ونجاح المشروع يعتمد على مدى قدرة
استغلال الأفكار والفرص الاستثمارية المتاحة وتحويلها في السوق إلى سلع وخدمات لإشباع حاجيات المستهلكين، وتحقيق في نفس الوقت العائد الذي يبحث عنه المستثمر. وإن تحقيق الهدف المرغوب فيه من خلال إنشاء المشروع يشكل البداية في تحليل جدوى المشروع، ويجب التنويه إلى أنه لا يكفي توافر أفكار جديدة للاستثمار إذا لم يتم مراعاة ملائمتها للبيئة التي سيقام فيها المشروع. ويتوافر للمشروع الجديد مقارنة بالمشروعات القائمة التي تبحث عن التوسع. إطار أكبر من أفكار المنتجات الجديدة، وذلك لعدم تقيده بكيان تنظيمي قائم فيما يتوافر للمشروع القائم العديد من الفرص الاستثمارية لتطوير السلعة أو التنويع أو اختراق السوق. ويشكل موضوع التعرف على الفرص الاستثمارية المناسبة واكتشاف المنتجات الجديدة أهمية كبيرة، وأن هذا الأمر لا يخلو من الصعوبات والمخاطر كتعرض هذه المنتجات إلى الفشل عند تقديمها إلى السوق بسبب عدم إشباعها لاحتياجات المستهلكين، ولم يتم التأكد من وجود طلب حقيقي وفعال عليها، أو عدم ملائمة الوقت الذي قدمت فيه إلى الأسواق أو غيرها من الأسباب. من هنا تتضح أهمية الفرص الاستثمارية واختيار المنتجات الجديدة. هذا يتطلب دراسة وكأنية لاختيار الفرص التي تحقق الميزة التنافسية للمشروع والعائد على الأموال المستثمرة فيه. وعند البحث عن الفرص الاستثمارية هناك معايير معينة يمكن استعمالها عند اقتراح منتجات جديدة للمشروع وتتمثل فيه. المعيار الأول أن تخدم السلعة حاجة غير مخدمة حاليا، ويظهر هذا الوعي الوضع نتيجة ما يلي: فقرة أليف،
لم يكن هناك من يستطيع أن ينتج سلعة تشبع هذه الحاجة، فقرابة لم يتم اكتشاف هذه الحاجة. فقرة جيم إن الحاجة لم تكن موجودة أصلا. المعيار الثاني أن تخدم السلعة سوقا حاليا يتفوق الطلب فيها على العرض، بمعنى أن تتنافس السلعة مع سلع مماثلة في سوق لا يستطيع فيها المنتجون الحاليون أن يقابلوا الطلب الحالي بالكامل. المعيار الثالث، إن تستطيع السلعة أن تنافس السلع الحالية بنجاح بسبب توافر أحد المزايا التالية: المزية رقم 1، تصميم أفضل، بمعنى أن ينتج عن الابتكار والتصميم صفات مميزة للسلعة، أداء أفضل أو تكلفة أقل أو جودة أعلى أو زيادة الثقة في السلعة ودرجة الاعتماد عليها. المزية الثانية، سعر أقل، أي القدرة على تحقيق أرباح مناسبة عند البيع بأسعار تقل عن أسعار المنافسين على مدى توافر المزايا التكاليفية في مجال الإنتاج أو التوزيع أو البيع. بالإضافة إلى ما سبق، فإنه لا شك من وجود ما يعرف بعلم الأفكار، وهذا أمر ضروري في المؤسسات التي ترتكز على المعرفة والتصور والإبداع، كما تعتبر الأفكار الجديدة بمثابة المدخل السحري الذي يقود المستثمرين إلى النجاح. ولهذا السبب، فإن التوصل إلى أفكار من هذا النوع ليس بالهين، وكلما زاد عدد الأفكار الجديدة زادت معها فرص اكتشاف تلك الفكرة التي تقودهم إلى النجاح. وفي ظل المعايير السابقة، كيف يمكن التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة لمنتجات المشروع الجديد؟ وللإجابة على هذا السؤال، يقترح كل من الباحثين كارجر
ومورديك مدخلين أساسيين هما. مدخل أليف، مدخل التوجه للسوق، أي الاعتماد على إيجاد واكتشاف الحاجات غير المشبعة، والعمل على إنتاج سلع تشبع هذه الحاجة. المدخل باء، مدخل التوجه بالمدخلات، أي العمل على استغلال توافر المواد الأولية والموارد الإنتاجية الأخرى في التوصل إلى فكرة سلعة جديدة، ثم تحديد نطاق الحاجة التي تخدمها. نتطرق إلى دراسة هذا المدخل اللي هو مدخل التوجه للسوق بصورة أكثر شمولية. مدخل البحث عن الحاجة التي تشبع السلعة اللي هو معناته مدخل التوجه للسوق، يعتمد القائم على المشروع على احتياجات المستهلكين في السوق ومحاولة ترجمتها إلى سلع وخدمات تشبع هذه الاحتياجات. وهناك العديد من المصادر التي تستعان بها للتعرف على الفرص الاستثمارية وفق هذا المدخل، ومن بينها فقرة أولا دراسة وتحليل الصناعات القائمة فعلا واحتياجاتها من المدخلات. ويتضح من خلال هذه الدراسة ما يلي: ألف، إن هناك حاجات لم تشبع بعد بواسطة الصناعة المحلية. ب، إن الأسواق غير مخدمة بكفاءة. جيم، إن هناك حاجات فرعية تنبع من الحاجة الأصلية ولم يتم إشباعها بعد. ويفيد هذا النوع من الدراسة إمكانية قيام مشروعات أخرى تعتمد على الصناعة القائمة وتستفيد من تواجدها، أو إنتاج المدخلات الأساسية لهذه الصناعة. فقرة ثانيا، من هذا المدخل تحليل اتجاهات السكان وخصائصهم الديموغرافية. إن دراسة التغيرات العامة في اتجاهات السكان والخصائص
الديموغرافية مثل السن والجنس وإلى آخره، تمكننا من التعرف على السلع التي تحتاجها السوق. فمعرفة عدد السكان الحالي ومعدل نموه في المستقبل تساعد على التنبؤ في الطلب على السلع والخدمات وتحديد مناطق تمركز السكان، تلعب دور في تحديد أنماط الاستهلاك. الفقرة الثالثة من الدراسات والتحليل، دراسة وتحليل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية. يترتب على التغيرات الحادثة في البيئة الاقتصادية والاجتماعية تغير في الطلب على السلع والخدمات، فزيادة الدخل وارتفاع مستوى المعيشة يؤديان إلى زيادة الطلب، وهذا يشجع على خلق فرص استثمارية وكذلك صدور قوانين وتشريعات جديدة تؤثر على حجم ونوعية تلك الفرص، مثل قانون الاستثمار وقانون الضرائب وإلى آخره. الفقرة الرابعة من الدراسات والتحليل، تحليل خطط التنمية. إن دراسة وتحليل خطط التنمية قد تكشف عن العديد من الفرص الاستثمارية وتوضح الحاجات غير المشبعة أو لم تخدم بالكفاءة المطلوبة. هذه الأمور تحدثنا عنها تخص المدخل الأول الخاص بالمدخل السوق، مدخل التوجه في السوق. المدخل الثاني مدخل البحث عن السلعة. تم تحديد الحاجة التي تشبعها، مدخل التوجه بالمدخلات. يمكن التعرف على الفرص الاستثمارية كمدخل بديل لتحديد الحاجات عن طريق التوصل إلى فكرة إنتاج سلعة معينة، وذلك باستغلال الموارد المتاحة، ثم تحديد نطاق الحاجة التي تخدمها وفقا للمعايير السابقة في الذكر، ويتم ذلك عن طريق ما يلي. فقرة واحد من هذه المعايير الخاصة بالتوجه، مدخل التوجه بالمدخلات، فحص المواد الأولية والموارد الأخرى. عند دراسة المواد الأولية
متوفرة محليا أو دراسة مصادر الطاقة المتواجدة، فإن رخص أسعارها أو ارتفاع جودتها قد يوحي بفكرة إنشاء مشروع جديد. فقرة 2، فحص بدائل الاستيراد. يتم ذلك عن طريق دراسة قوائم الواردات وطرح بدائل محلية بدل الاستيراد. وتسعى الدولة إلى مثل هذه السياسة للاستفادة من العملات الأجنبية الموجهة للاستيراد، بالإضافة إلى خلق عمالة جديدة ودعم القاعدة الصناعية في داخل البلد. ويجب التأكد من أن تكلفة الإنتاج ومنه سعر البيع سيكون أقل من المنتجات المستوردة. فقرة 3، تحليل المهارات المحلية المتوافرة. إن العديد من الصناعات الناجحة تعتمد على عنصر العمالة الفنية الماهرة والمدربة، وتوافر هذا النوع من العمالة سيمكن من خلق فرص استثمارية في كثير من المجالات. فقرة 4، ملاحظة تجارب التنمية الصناعية في الدول الأخرى. عند ملاحظة تجارب التنمية الصناعية في الدول الأخرى، وخاصة تلك التي لها نفس الظروف وتؤثر عليها نفس العوامل، زودنا باكتشاف الكثير من الفرص الاستثمارية، بالإضافة إلى ما ذكرنا. هناك مصادر أخرى يعتمد عليها في اكتشاف الفرص الاستثمارية، مثل زيادة المعارف، دراسة علاقات الترابط بين الأنشطة الاقتصادية والقطاعات المختلفة، وتدليل الأفكار الجديدة التي تصدره الحكومة أو بعض الهيئات. ننتقل إلى المرحلة الثانية من مرحلة تحليل الفرص الاستثمارية، اللي هي مرحلة التصفية المبدئية للفرص الاستثمارية. يمكن استخدام المفاهيم والقواعد المذكورة سابقا للتوصل إلى قائمة طويلة من فرص الأعمال والفرص الاستثمارية. ولا يمكن بطبيعة الحال
حال القيام بتحليل جدوى تفصيلي لجميع هذه الفرص، والمطلوب هنا هو تصفية مبدئية بغرض استبعاد الأفكار غير الصالحة والتركيز على الفرص التي قد تصلح للتحول إلى منتجات جديدة. وتتم هذه التصفية عن طريق الإجابة على بعض الأسئلة المتعلقة بمدى تحقيق الفكرة لأهداف المشروع والمجتمع، ومن هذه الأسئلة ما يلي: أليف، هل يحتاج المشروع إلى تمويل ضخم خارج عن نطاق إمكانيات المستثمرين وفرص الاقتراض من الخارج؟ ب، هل تتوافر المواد الأولية اللازمة لإنتاج منتجات المشروع وعلى المدى البعيد؟ جيم، هل هناك طلب فعلي على هذا النوع من المنتجات؟ ومدى قوة المنافسة المتوقعة؟ دال، هل هناك أي صعوبات متعلقة بإنتاج المنتج الجديد مثل القيود الحكومية والتشريعات؟ هل سيترتب على إنشاء المشروع آثار جانبية مثل التلوث؟ واو، هل يتعارض المشروع مع الأهداف والسياسات القومية؟ بعد الإجابة على هذه الأسئلة سوف يتم استبعاد الفرص والأفكار غير المناسبة والبقاء على الفرص والأفكار المتفقة مع أهداف المشروع والأهداف القومية للدولة. وبدورها تتعرض هذه الفرص إلى مرحلة أخرى من التصفية، إذ يتم ترتيبها بصورة مقارنة فيما بينها وفق معايير معينة، وتستبعد الأفكار التي لا تتوافر فيها هذه المعايير، وسوف نذكر منها على سبيل المثال: المعيار رقم 1، السوق الحالية، حيث ننظر إلى السوق الحالية من حيث حجم المبيعات ونوع وعدد المنافسين ومدى توافر أنظمة التوزيع.
واحتمالات تصدير السلع. معيار رقم 2، احتمالات نمو السوق. وننظر إليها من خلال الزيادة في عدد العملاء المرتقبين ودرجة قبول المستهلك للسلعة والتحديد في السلعة وإلى آخره. معيار رقم 3، التكلفة. ويدخل من ضمن هذه التكلفة تكلفة الخامات وتكلفة العمالة وتكلفة التوزيع وإلى آخره. معيار رقم 4، المخاطر. وتتضمن درجة استقرار السوق والمخاطر التكنولوجية وحجم المنافسة وقوتها ودرجة الدقة في التنبؤ بالطلب ومدى توافر المدخلات الرئيسية. انتهت محاضرتنا لهذا اليوم، ومن الله التوفيق. المصادر الخاصة بهذه المحاضرة: طلال قداوي، تقييم القرارات الاستثمارية، سرير منور وفتحية بن حاج حيلالي، دراسة الجدوى البيئية للمشاريع الاقتصادية، شقيري نور موسى وأسامة عزمي، دراسة الجدوى الاقتصادية وتقييم المشروعات الاستثمارية، عبد الكريم يعقوب دراسة جدوى المشروع، محمد الصيرفي اقتصاديات المشروعات، زهية حوري تقييم المشروعات في البلدان النامية، ياسمين دروازي مدى أهمية دراسة الجدوى التسويقية في نجاح المشروعات الاستثمارية، أحمد ماهر اقتصاديات الإدارة، محمد صالح الحناوي دراسات جدوى المشروع الأساسيات والمفاهيم، علي شريف ومحمد فريد الصحن اقتصاديات الإدارة ومنهج القرارات. شكرا لكم طلبتنا الأعزاء.